السلام عليكم. فالأشخاص سنتعرف على طريقة رفع الفيديوهات في موقع بينترست. فإن كنت تستخدم الموقع أو التطبيق بشكل يومي، ستلاحظ أنه يعرض بالإضافة إلى الصور مقاطع الفيديو مثل هذه المقاطع الكثيرة المنتشرة في الموقع. قبل تطبيق الخطوات التي سنتعرف عليها، إن حاولت القيام بنشر فيديو فلن تتمكن من ذلك وستجد فقط خيار واحد وهو نشر الصور. أول خطوة هي الدخول لإعدادة الحساب ثم النزول للأسفل، بعدها تفعيل حساب الأعمال وهو حساب مجاني تماما. الفرق أنه يقدم خصائص أكثر وقدرة أكبر على التحكم في الحساب. نقوم بالنقر على تحويل الحساب ثم تأكيد العملية. هنا أكملنا الخطوة الأولى. الخطوة التالية هي تغيير البلد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مرة أخرى نذهب للإعدادات ثم إعدادات الحساب ونقوم بتغيير البلد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لا تنسى حفظ الإعدادات. بعد الانتهاء حاول الآن إنشاء بين جديد. ستلاحظ أنه الآن يمكنك رفع مقاطع الفيديو. قم باختيار مقطع فيديو من الحاسوب ثم قم برفعه بشكل عادي ثم نشره. وبهذه الطريقة يمكنك نشر مقاطع الفيديو في موقع بينترست بكل سهولة. شكرا لكم.